مر ولا قفكو أمانة ولا يهيب إسلام كيس كده قال هذا كتشاه ما تري سعودي جاي كده عرف لي يلا بدو مريها هاي الله ولا قبه نبى ندبو قرصي حاس كيس كده بيسام يرى هو يرى قرص ضيا وحسريان وسهل ويجرى رج قارب كسر ومريا إسرائيل هذه مرة تاريخ كاتو دنا ما عرامي عاس كيس هروي أوجات لكنه ما يشيعين سجنا وما يشيعين الحمد لله والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وبعد تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال وحين سيرد التاجد دون عدا سورة آل عمران السجن شنية ضباطا إلهي بأوحى أن هذا قوة ما نقال يهود كملة ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما وأمانة أخلاق الله إلى ونكسا إن يراك منه صاين أركي إنه كتاب كان القرآن كي هو كتاب الهداية إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى مربا موضوع أيين قادنا إلى أمضى وكل صيح شيء قال الله هذا أمانة وعجيبة وي خلق الأمانة إنسان كأمانة لقيها لو أمانة هي هي أمضوى هدي لقوا أنا إنكار دعوة أمانة أمر بين الله وإلهي بين أمري نوعية ذكى الدول وعين سامر إن سورة البقرة آخر كيد إلهي بأوحو إن أمرين إن أمانة سيئة أوفلينه فإن من بعضكم بعضا فليؤدي الذي تؤمن أمانته دي قاركين بقارك كلا يعني قف كل أمين أنا الذي أهل كيري هجرس هجوتوا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وأمر هذا إلى هاي وبحري أمانة إن الله خيامين أهل كذا لجرسية القرآن كان الكريم كي أمانة أمانة وحكوها مع الملك الجبريل وحكوها مع الرسول صلى الله عليه وسلم وحكوما على أمة المسلمين تا وحكوما على حتى قال كي يهوده كم ذها والعدالة في القرآن وأمة وجب بدن القرآن كؤاد وآد يهود حتى نكودي أمانة ذها إلى هاي وأمر قال كدلوا قرتي سسيوي وحي وناجة إلى هاي وأقر سبحانه وتعالى سفر عصو ونكسن درادي والذين هم لأماناتهم وعهد مراعون إلى هاي مؤمنين تكو أمانية وذلك بلنتو ذي أمانة ذو ذيلالية أمانة ذو صداء وقفكو وقو أمانية أدنو اللي هدو أمانة ذا الشبيه أمانة ذي إيمان كيسكحرة سيد النبي قول نبي الشيخ صلى الله عليه وسلم لا إيمان لمن لا أمانة له حديثك حسن قال إيمان بما لقفك أمانة له أصلاً وحيوتها أمانة الآن تمرافق نمو منافق محاط الماميس كم ذها وإذا أتمنى خان هذيل من أو خيامية مركا أستان بأقول نقطة إيمان أنت بل أستان وحي أقول نقطة آخر سمانك مركا أمد الله حتى وحي كل حط على هذه هذا يكمل دقنت أنت أمد أمانة درب إن بأن النبي صلى الله عليه وسلم التصاع وحنا بكتشوا عليه الصلاة والسلام إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة فهذه أمانة الله تضيعه أمانة خاصة هي التعام كان لبضبا دي قيامة سوحك لم تشرئ شيء قال الله إذا هذا أمانة وحويا مركة التاريخ أكتو أنبياء يا أولياء إلهي يا حتى قصص كوقفك أمانة لقرية تاريخ مضوح يكون قال الأمانة هي أشخاص طبعا النبي قال صلى الله عليه وسلم أصحابتي سووا تخصصات كليه تخصصات كذا قفبان بقلب وكسي بعض رأيي وصفوين كونا أحسن وضله أصحابته واحد كم منها أصحابي طبعا كي كنا لو جب شرعي كم منها والأورنج لا أيه أبو عبيدة ابن الجراح النبي صلى الله عليه وسلم وحول لكل أمة أمين وأمين هذه الأمة أبو عبيدة ومضوا لبوحي الله
نين أمانة علنك أسد أبي عبيدة أمدا علنك أسد أمانة ذي أمانة نيكا ساوغو أميس عمر بن الخطاب الله كرالي نوضو أركو ملاحظة أبي عبيدة أرض الشام وملاحكاها فتوحاتك هلكا كسرين يوتيهاد كوذي داعون با كد اللاعي كد من أول حج على وكقب أمينك درادي أيهو يعرو حب دك دكي سوكار حتى تشوكت إيه حتى تشيفتوا قلن هورية قلن دم بهذين إيه مالي وحن كاعد سنة إيه دك دكي قلت ما داره نغبان كله أبي عبيدة مركا ورقد دي قادي أهو أخري قرال بودي بقصو عليا وحب دارتا دوات كي سييو بلانتا إيه آمركا إيه كلا يره وحنان كو شاقة يقف إلهي سيو وضباتين كريم ميس مركا لوك يعني ورقد دي عمر وآخري والمية وحلى أبي عبيدة ميوردين طوما وكله يهيبون يوردين طوما مركا جواب تسوسية وحاهي تد بعد يقو آمنت تد كاسوما وحلا قبايا كيريا نولالبا دوية إسكالاف تد بعد يقو آمنتي وحقف دد وحلا قو آمنانا تد باقو قيمة بضاني جنود دي علالك مسلمين طوما وحلا قبايا أيام كدي بواكي داعونكي كشهيدي تاريخ دا مركا أذكتي تراجم كعلماء سلفنا الصالح ذاتك أمانة ذا السجارة لا حس شري أبو حنيفة رحمه الله وكم ذها خليه مذاهب ناقرة وأوين أفرتا كيوه الرئي تابعها نمبي شراكاها لورنج ربيش إنك مسافر ودي بتدبات بدل ضاض حرينا مصر بوجسوي بيني مركا بشري حاجة سوق شو قال أبتعيد بوجودي حبط بعير لهاي بدل لها تبع عبلا هيدو علامة بوسة بأي وراغدنا وكو قرابة بمتاء قفكات كأي بني سوشي خياما يأي نقول لقنين ينكي لو إلاوات دباتن كي بدلادات بوودة سعودسي ينكي بو إدي يقول كي دنباوحو العلابتيا دي بستيان كو علامة دي عبتا لهايد موشيك تكيب سدو ما يبو الماشا خياما كسوا قبطي ويحيونا هو ووضا صدقائي ستيسو قيبتي كسوا اكتي فرعي هي أصل كيبا أنا رأس المال كي فائدة دي لا بد يواصل قيس أنا وحي شيء قيس تاس السد أو حلال ميران ترين سلفنا الصالح مر ولا قفك أمانة ولا يهاي بإسلام كيس كده قال لك كشاع ما تري سعودي كده كنا عرف ليه الله بدو مريها يعني الله ولا قبه نبى مد بقرص لي حاس كيس كده بيسام يرى ويرى قرص ضيا وحسريان وسهل way jira rag qaar ku soo dhoomanaya oo isiraaday maaratay taray ka tudinama caroon askiisi hore way ogaatay laakiin way sheegin sagana uma sheegin iyadii uu la guursadeena uma sheegin inay ogtahay haaski sadambayay ninku waxay moodayaan weynadu inaan wax ogeyn ninki qadarkii ba ku yimido uu dhintay marka ooridiisi hore qof muuminada ba ahaydo الحال كيبي سوق قاضي كبردي بي تقاني جوريجا جوريجا لغو قوابي تقاني هرينا هسي هراو كما قرصومان تو مركي رادار بي اللي نسوق قبته يا كبردي اللي سيادة هيو ليش باقو حراني مركي بوي سوق الشيو الحال كيبي وقيس قحيت ابنكي حاس كي هبه لبير سوما دهين ناسيت المحاجرة وحيت نوالا لانو قهين لينا ودقبه قرصوماني ده الحال كاقي واكر هيك وقف آمنة موقت لكو أمانة تيك على نوحي تنو ولا الوضع مهسنة خير الله قصيه واجب كاقي نواد قدت لكن هو إفرايار لحل كماله لكن حال كان أديق على إنه وضع قيب سن لهينه إسكا قاعدة تاريخ رساس يكو قلع وحي ونهك سن نوي دمر كراء أمان بأوتي ولي بكو ولا وضع قوة وحي نولان عصري كان أمانة دي أدب واتكات أمانة دي مالك يا أمانة دي مرحت النمضة يا أمانة دي سرته وحي بوي أتكاله خيامة دي بابضت قفكو بي قارسيون بابا كدعبي يا آخرة دن تيدا محان محان أنو الدنيا قاتاه أسا كدعبي حاران تي بوحي نقطي وحان لأركي حاران تو مي وحي نقطي وحان لأركي حلاشو نوحي نقطي وحان لأركي وقفكو وحان لأركي نون عدك لأغي هدي واركوا إسك قابو إيمانك حل الهوى يا راضي وحين سكوانينين تلبامها إيه لقا كاونا كسنة قرآنك وإن الصين أيوه إنه قادنا وأمانة أين أغانه عصر كان أقونته وحكمه في سنة أمانة
dadku markay xoolahooda cid u diranayaan qofka waxa la eega aqoontiisa markaas hadana la eega amaanadiisa marka haduu aqoon leeyahay oo aanu amaano lahayn aan cidima qaadato laakiin haduu aqoontiisu yar tahay aanu amaano leeyahay wax laga yaabo in la qaato bal ama aqoontu marka ay khiyaamo wadatay amaano la'aan tahay khiyaamadaas aqoontu khiyaamadu bay u adeegtaa oo qofka jaahilka ah aqooyaha ka khaayinka ka khatarsan sida waxa loo shaxay sida waxa la isu weydaariyaa bu xariif ku yahay marka ummadeena ubadkeena ehelkeena iyo ummadeena iyo madaxdeenada aan arinta isku dabagalno aan isku ogaano aan isku waanin allahna haynagu hanuuniyo assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh